وكان في مؤتمر مجلس الوزراء حول الأمن السيبراني والهوية المصرية. المجلس الأعلى للأمن السيبراني، عشان يمكن ناس كتير ما تعرفش الموضوع، ليه علاقة بالإنترنت وليه علاقة بهوية التكنولوجي والكلام ده، ويعني نعرفه للسادة المشاهدين سريعا أهمية طبعا يعني عقد هذه المؤتمرات. طيب عايز أقول إنه ده إيه التوقيت، يعني إيه التوقيت بتاع هذه القصة؟ التوقيت نحن عندنا ثلاث قوانين متعلقة بجرائم الإنترنت والتكنولوجيا وغيرها، وعندنا ثلاث قوانين متعلقة بالإعلام، وفي الحقيقة كله بيدور في نفس هذا الفلك. الفكرة التي تصدر من بعض الناس بره أنه مصر تقيد الحريات، مصر بتلعب في منطقة التكنولوجيا والإنترنت، هي الفكرة مش كده. خلينا أقول ببساطة شديدة جدا، ده هذه التجارة مش موجودة في مصر اللي أنا هقولها دلوقتي، أنه في مراكز في دول شقيقة في المنطقة بتاخد الإخوة المصريين اللي موجودين على فيسبوك مثلا على سبيل المثال، وتبيعهم كده شروة واحدة كده لإحدى الشركات. علشان كده إحنا بنلاقي أنه في حاجات كتيرة جدا أنا بلاقي نفسي في جروب أنا ما دخلتش فيه، أو في صفحة أنا ما دخلتش نفسي فيها، أنا اتبعت حضرتك وتاخد عليا فلوس. التكنولوجيا بقت خطيرة لدرجة إيه؟ حضرتك لو أنا موجودين دلوقتي، حضرتك بعد ما أنا أروح هلاقي كل الزملاء اللي في الاستوديو دول الفيسبوك مرشحهم لأن هم يبقوا صحابي. لو أنا رحت المهرجان بتاع الجونة وأنا خارج، طالما رجعت كده بيرشح لي كل الفنانين وكل الناس اللي كانت موجودة. إذا هو بيربط ما بين الموقع اللي أنا فيه زي الجي بي إس كده وبالناس اللي موجودة، ويربط كل الناس دي، وطالما هم في مكان يبقى لازم يعرفوا بعض فهو بيرشحهم. خطورة ده ايه؟ لو حضرتك اتكلمتي مع واحدة صاحبتك على شنط، نوع من الشنط، هتلاقي ان حضرتك فيسبوك بيرشح لك محلات شنط. يعني حتى فكرة وانا قافل الموبايل كده، هو مش فكرة، هو فكرة انه بيدخل على الاوديو بتاع الصوت. التكنولوجيا مرعبة. احنا في الحقيقة ما عندناش هذا التأمين للتكنولوجيا، ويمكن ده جه أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت. وفي الحقيقة شكر كبير جدا للمهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لأنه في الحقيقة لو احنا افتكرنا الأسبوع قبل الماضي اخترق موقع الوكالة الأهم والأبرز في المنطقة والشرق الأوسط، وكالة أنباء الشرق الأوسط. هاكرز إخواني، هاكرز تركي، لكن ده يقول لنا أن الاستهداف قد يكون خطيرا. يعني لو أنا استبدلت الوكالة بالبورصة عندي أزمة كبيرة جدا، لو استبدلتها بهيئة أكبر عندي أزمة كبيرة بالزبط. جدا هذه هي الحرب، والمؤتمر ده أو الجلسة النقاشية كانت حول هذا الاستهدافات والوقاية وكيف تستهدف الهوية المصرية. وخليني أقول أن دي كانت واحدة من أهم الجلسات، وأنا شرفت بإدارتها في الحقيقة، لأنه إحنا اتكلمنا كيف يعمل العدو اللي هو بيستهدفنا، إزاي عنده منظومة بتشتغل، إزاي على فيسبوك بتشتغل، إزاي على موقع التواصل الاجتماعي، إزاي بينتحل شخصيات عربية وبيشتغل بيها، إزاي أنا ببقى مستهدف، إزاي أمن حساباتي، إزاي ما تبعش، كيف تحمي الدولة مواطنيها فيما يتعلق بالمعلومات وتأمينها. طيب النقطة دي اللي إحنا بنتكلم فيها ليها علاقة باللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، التعليم. أنا إذن هيبقى عندي مواطن قوي، هيقدر يكون عنده وعي بكل ده، فيقدر يحمي هويته عن طريق التكنولوجي الجديدة مهما كانت قوتها ومهما كان الأبديت فيها ومهما كانت خطورتها. ليها علاقة بقى بالنقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي كمان يا أستاذ.